السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. سجلت 73 حالة جديدة لمرض كوفيد 19 ليرتفع اجمالي الحالات الى 8224، أي بنسبة 22.6 لكل 100,000 نسمة. الحالات 73 سجلت على التوالي ب جهة الرباط سلا القنيطرة 25 حالة، من بينها 23 حالة سجلت في إطار بؤرة مهنية. جهة مراكش أسفي 15 حالة ببؤرتين عائليتين، من بينها بؤرة التي تحدثنا عنها في الأيام الأخيرة. جهة طنجة تطوان الحسيمة 13 حالة لمخالطين لحالات مختلفة. مدينة الدار البيضاء الكبرى 7 حالات لمخالطين لحالات مختلفة. جهة فاس مكناس مدينة فاس 7 حالات لمخالطين مختلفين. جهة بني ملال خنيفرة 5 حالات بمدينة بني ملال في إطار بؤرة عائلية، وحالة واحدة بأكادير الدوتنان. بجهة سوس مسا استثنيت من كونها مصابة بالمرض 16423 حالة. هذا العدد في إطار الحالات التي تم التشكك بها أو المخالطين أو في إطار برنامج واستراتيجية الكشف بمختلف الوحدات الصناعية، ليصبح عدد الحالات المستبعدة 297,729. ولله الحمد لم تسجل أي حالة وفاة جديدة في 24 ساعة الأخيرة، ليصبح دائما عدد حالة الوفيات هو 208 وينخفض قليلا معدل الإماتة إلى 2.5%. ولله الحمد والشكر انضافت 49 حالة شفاء، ليصبح عدد المتعافين في بلادنا 7364 حالة تعافي تام، ويصبح بالتالي معدل التعافي هو 89.5%. وعودة إلى الحالات 73 التي اكتشفت في 24 ساعة الأخيرة، فإن 68 منها أي 93% اكتشفت في إطار منظومة تدبير المخالطين والبؤر، التي شملت لحد الساعة بالنسبة للمخالطين 48,775، ولا زال 14% من المخالطين راهن التتبع الصحي أي 7249. وبالتالي فإن عدد الحالات النشطة في بلادنا في هذه الساعة هي 652 حالة، هذا مؤشر مهم جدا الحالات النشطة في الوقت الراهن. ووفق الوضع الوبائي الحالي فإن تتبع هذا المعدل يعتبر الأهم، أي بنسبة 1.8 لكل 100,000 نسمة. بالنسبة لهذه الحالات النشطة تتمركز بالخصوص بجهة الدار البيضاء سطات 278 حالة نشطة، جهة طنجة تطوان الحسيمة 136 حالة نشطة،
جهة مراكش أسفي 127 حالة نشطة، فيما توجد حالة نشطة واحدة بجهة العيون الساقية الحمراء.